هو المنظمة الدورة نتكلم مع السلام كانت الظروف وبدون أموال ولكن هيك يوقع الكرة انطلاقة بفريق فضل غزوان فضل بدون أموال لأن رئيس الفريق وعدها ولكن ما كان من أين أتى المطر؟ من أين أتى البشر يا أبو عدم؟ من أين أتى البشر؟ أنا ما أقول فا رافي بعيد الروبي نعم يا الروبي وما ننسوش كذلك يعني الصحفيين تاعنا اللي كانوا يضحوا بالوقت من أجل وصول الصورة وصول المعلومة يعني هما كذلك ودعونا تفضل الله يخليك هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني الولد هذا شرفنا وشرفنا في حياته وشرفنا في موته شكر جزيل للعيا اللي كرمت هذا السيد هذا الله يرحم والديكم جميعا السلام عليكم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الرحمة والمغفرة الرحمة والمغفرة وإن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله بلاصته في الجنة إن شاء الله يا ربي يا ربي الله يعطيكم ما راكم متمنين في هذه الدنيا وإن شاء الله خير خلف لخير سلف وهذو ولادنا نقول لك راهم ولاد في دائما راهم في رقبتنا إن شاء الله ونقولها لك قدام الناس قدام كاع الرياضيين وقدام كاع الإعلاميين رانا سند معنوي لكم وسند مادي كاش ما تحقوا حاجة في المستقبل القريب راكم تلقونا هنايا لأن الابن تاعكم قدم كثير 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 للإعلام والله يرحمه ويوسع عليه في الحقيقة منظر كهذا يثلج الصدر ومهما الحزن ومهما كيقول له نشعر بأننا يعني الجزائر كلها عائلتنا والشكر الجزيل اليوم نشكروا لاراديوز هنايا ونشكروا باللومي وجماعته ونشكروا كاع الناس اللي حضروا معنا في هذا التكريم هذا وهذا الشيء هذا يخلينا نفكر باللي ما احناش وحدنا احنا عائله في وسط العائلات وهذا الشيء يشرفنا لان شرف كبير شرف كبير اننا نسمع باللي قاضي مثلا محمود محبوب من كل من جميع الناس من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها حنايا نفرحوا بزاف بزاف نفرحوا بزاف بزاف والشكر للقناة الشرق اللي خلتنا نعيش هذه اللحظات الجميلة ويقول لك الحياة تستمر هو الحياة بالنسبة لي انتهت هنا ولكن الحياة لنا تستمر وتزيد احنا نتمنوا أولادها إن شاء الله اللي راهم باقيين أولادها هم اللي يشبهوه ولادها هما اللي يخلفوه ولادها هما اللي يواصلوا المسيره نتاعه يواصلوا الرساله نتاعه لان القاضي هذا احبب الصحافه منذ صغاره ومات يعني نجم قلوب اللي يعني جاهد حق جهادي جاهد في هذه الصحافه حق جهادي وجاهدوا حق جاهد القاضي هذا جاهد حق جهادي الشكر لجميع من ساهم في هذا الحفل هذا من جميع ونشكر ذيك الفرقتين تاع الكره اللي شفناها باللومي وجماعته وهذا الشيء فكرنا في 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 المباراه تاع 82 اللي كنا الشعب كاع كله وراء الفرقه هذه والحمد لله وصلنا وشفناهم الشكر الجزيل للجميع
والحمد لله رب العالمين. اولا احنا يعني اوفياء للتقاليد تاعنا، نتفكروا كاع الناس اللي خدموا الوطن وخدموا الاعلام الجزائري. السي قاضي بومدول انا نعرفه من كان في الصحافه الجهويه تاع وهران، كان انسان طيب وكان دائما يمد نصائح يعني للصحافيين الصغار. نظن ان يعني خلى بصمات في القناه شروق نيوز، ويعني وكي تشوف الصحافيين الصغار يعني اللي في القناه او الاعلاميين او المراسلين يتكلموا بالخير، نقول انا الوالد تاعو يعني راك ولدت ولد، ويعني وهم مات دائما راه في قلوبنا يعني. والمناسبه اللي درناها اليوم مناسبه تذكاريه يعني، وجبنا القدماء اللاعبين، جبنا ابطال اولمبيين باش نقولوا العائله باللي راكم يعني الوالد تاعكم هو ولدنا، ويعني وراه اخنا، ويعني وهذه مشيئه الله، ونتمنوا له بالرحمه ويبقى دائما دائما خونا قاضي بومدور رحمه الله دائما في قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال السيد قاضي رحمه الله سيتي ان بروفيسيونيل الاعلام، يعني كان مثل كان يمثل كل الجورناليست تاع بكري هذوك الصغار، وعلى كل حال خلى البسمات كما قال رئيس الجمعيه ما نسوش كامل. سي بور سا درنا تذكيره هنا قدام، نشكر القدماء على الحضور تاعهم، ابطال تاعنا الاولمبي اللي حضروا، سيد حنصل كذلك الاربيت، على كل حال كاع لي زانترناسيونال تاع الغربان اللي حضروا، يعني نعرفوا العمل تاعه كيف كان يمارس هذاك يعني الخدمه تاعو مع اللاعبين مع الانصار الى اخره، يعني سيتي فريمون فري بروفيسيونيل رحمه الله ان شاء الله.